ذلك؟ بما أنه المركز هو تعليمي ثقافي بحثي إلى آخره وليس ترفيهي بين قوسين، حد الناس جامعية ما شاء الله ترفيهي مش ترفيهي أيضا سياحي سياحي؟ لا سياحي بحث طيب. للعامة من الناس يعني في جزء كبير مفتوح للعامة مفتوح للعامة في المعرض الموجود اللي يمثل الكون في أربع حقب سلينية هذه الثقافة فلكية خاصة للعامة من الناس لرجال الدين للمؤرخين لكل الهواة للهواة لكل الفئات الموجودة. طيب دكتور أنا بسألك شيء وانت يمكن انت ادرى الناس بهذا الامر سنويا طيب. اعيد لنفس الكلام اللي انا قلته في البدايه دائما ما نعاني يعني نحن كشعوب عربيه وانا اسف على هذا الكلام نعاني على ولاده القمر هل ولد الهلال ولا ما ولد سواء كان هذا الكلام في العيد الصغير عيد الفطر ام عيد الاضحى او حتى ثبوت الهلال في شهر رمضان هل المركز هذا بيختصر او بيمحي الجمل اللي دائما ما نسمعها كل سنه ولد الهلال ولكن تعذرت الرؤيه نعم اختصر لك يا موضوع الهلال موضوع سيبقى مدى الدهر لماذا لان الشرع الاسلامي ربطنا بالرؤيه تمام برؤيه الهلال وليس ولاده القمر ولاده القمر احنا نستطيع ان نحسبها منا الى الاف السنين الان هسه بالموبايل اطلع لك متى يكون رمضان بعد 1000 سنه جميل. من حيث ولادة هذا القمر. فلكيا فلكيا الآن إحنا طبعا ملتزمين بالشرع الإسلامي ولا بد أن نلتزم بها صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته إلى آخره ففي هذا المركز إحنا ما نريد نطلع أكثر في هذا المركز بالحقيقة نستطيع في هذا التلسكوب أن نشاهد الهلال وننقله بالتلفزيون يعني إذا كان الهلال موجود في ذلك اليوم نرصده بالكاميرا بالسيسي الكاميرا نقله الى التلفزيون ونشوف الهلال نعم. فايضا يسهل لنا عمليه لان مرات دكتور في بلدان تقدر تشوفه وبلدان ما تقدر مو هذه حسب خطوط طول طيب. العرض هل يعني. طيب انا اللي اقوله هل الاجهزه هذه ممكن انها تخلينا نشوف الشيء اللي ما كنا نقدر نشوفه قبل لا 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 لا, لا. احنا نعتمد على موقعنا رؤيه الهلال ولاده القمر هي واحده الكره الارضيه تمام الهلال رؤيه الهلال مختلفه من بلاد الى اخر إذا رحنا للغرب نشوفه أحسن نروح للشرق نشوفه أصعب أصعب صحيح فهناك خطوط الطول والعرض اللي تعطيك حوالي يعني في العالم الإسلامي حوالي فرق 9 ساعات صحيح فخطوط طيب العرض هذه موجودة لا نستطيع أن نلعب بيختم معك بس خليني أرجع أقول إذا تسمحوا لا كلمة ختامية نعم. دكتور يعني قبل أن نختم بس نسمع عندنا كلمة ختامية تبغي توجهها للسادة المشاهدين الكرام نعم. في نفس الإطار إطار هذا المركز حقيقة نعم. كنا متشوقين أن إحنا نعم. إن شاء الله نشوفه يرى النور قريبا هل من كلمة نعم. تريد توصلها للسادة المشاهدين بالحقيقة أولا نشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي رئيس الجامعة على دعمه للعلم والعلماء وهذه إحدى إنجازاته لدعم العلم والعلماء نعم. ثانيا أنه نشجع طلبة المدارس طلبة الجامعات بعد انتهاء المشروع لزيارة هذا المشروع للتعرف عليه على مكوناته لأنه يعطينا كما قلنا في بداية في ديسمبر ثقافة علمية تربوية صحيح. تكنولوجية صحيح. إسلامية تراثية كلها مرتبطة مع بعض يعطينا معلومات كاملة فضلا عن فيلم دين القيمة اللي طلب إنتاجه نعم. صاحب السمو نعم. الشيخ الدكتور سلطان قاسم الله يقويكم يا دكتور شكرا جزيلا لك دكتور طبعا شرفتنا ونورنا واتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى للجميع إن شاء وإلى الله. شهر ديسمبر إن شاء الله, شاء الله. إن شاء الله. دكتور كل التوفيق نحن متواصلين وياكم وبعد الفاصل حفلات ومناسبات ولكن بلمسات إبداعية انتظروا